كوثر الباردي كارنا العزيزة على إي إف إم أحلى راديو. لحداش وست دقائق على أحلى راديو، راديو إي إف إم، كاملين مع بعضنا حتى النص النهار. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تليفوننا على ذمتكم 31 380 ألف باش تطلبونا وتتصلوا بينا وباش تشاركوا معنا في فقراتنا كما الدبرة. بعد شوية أكيد الكوتش متاعنا عاد جمعاوي باش تجيب حذينا وتقول لنا الدنيا زينة. زادة كيف كيف يسرى المناعي من تونس باش تحكي لنا على شخصية من الشخصيات المهمة والنجاحات متاعها، هذا الكل بعد شوية. أما توا الدبرة متاعنا اللي ماخذينهاش قبيلي كان ودك ومنشهيك. لم يا صبيح النور، صباح الفل، يا صباح الورد، صباح الأنوار، يا لله، وصباح الرزق كما تقولي أنت يا كوثر. صباح إن شاء الله الرزق والفلوس إن شاء الله يا رب وكل شيء كل شيء. لميا لميا خشيني من تونس، ما أنت أصيل جندوبة هكا؟ أي من جندوبة، وبالتحديد من منطقة الخشينية في سوق السبت. سوق السبت مش فما سوق الأربعة زيدا؟ اي فما سوق الأربعة، الأربعة في جندوبة. اي سوق هذاك بلاصة تسمى سوق الأربعة زيدا البلاصة. اي فما اي وسوق السبت تبعد عليها برشا؟ ليه مش برشا، مش أي. برشا بالتحديد ما نعرفش قديش من كيلومتر، اما مش بعيدة برشا. اوكي، احنا سنتين جندوبة معناتها باش نقضي ولا طبيب ولا اي حاجه نهبطوا للسنتر فيل اللي هي سنتر فيل تاع جندوبة. اوكي، خاطر سوق السبت منطقه فلاحيه. اي منطقه فلاحيه تهبل. اي اكيد تهبل جندوبة الكل تهبل وتونس الكل محلاها. اي اي نعرف تونس الكل محلاها، اما منطقه سوق السبت اللي هي الخشينيه منطقه تقويه، فيها الخضره فيها الخضار، خلي عني بيمين من دور عينيك تشوف الدنيا خضرة تبل. الحمد لله، خاصة بالمطر هذي برشا منطقة الخشينية. بالمناسبة نقدم تحية كبيرة كبيرة لأولاد الخشينية الكل، لأصحابي وحبيبي وناسي، خويتي اللي في فرنسا، وخويا العزيزة الغالية فتونتي اللي ربي تفضلين ديال أمتنا، ربي إن شاء الله يعطيها ما تتمنى في وليداتها إن شاء الله يا ربي، ولدي في فرنسا ولدي هنا في تونس، كانت العزيزة الغالية هي تونتي. اسم على اسم بنتي ياسمينة، عندي زوج ياسمينات في الدار. زوج ياسمينة الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي. نحمدو تحية للخشينية الكل والجندوبة الكل أهل جندوبة. أنا بدي عندي برشا أصحاب من جندوبة نحبهم ياسر ياسر ياسر، تحية ليهم وفردا فردا. أيا لله، إيش باش تقترح علينا؟ باهي يا كوثر الغالية، احنا في جندوبة في الشمال كيف معناها ماكلتنا ودباراتنا ما همش كيما جمال الجنوب. الرسميات تنجم تكون كيف كيف، لكن الطرق نتاع الترتيب مختلفة. باهي، كيفاش؟ مثلا عندنا دبارة اليوم هي اللكلوكة. اللكلوكة فما برشا ناس يعرفوها بطريقة واحنا نعرفوها بطريقة. واللكلوكة هذه احنا نعملوها صفة خاصة للنوافس. انت نحضرها للناس باش بعد الوليدة وبعد التعب وبعد تقوي روحها ترجع لها القوة نتاعها. صحيح، هذيك احنا طريقتنا للنوافذ ديما نطيبوا لهم، فما ناس يطيبوا حاجات اخرين، اما احنا بصفه خاصه اللكلوكه هذيك لازم تكون موجوده للناس. دونك اللكلوكه للمراه النافسه والا زاده كيف كيف اي شخص باش يقوي روحه. احنا ميمتي الله يرحمها وينعمها، الله يرحمها، كنا كي نتلموا هكا يجوا خويتي من فرنسا ولاد عمي والكل هكا نبدا نهار حد الصباح ولا حاجه، ديما ميمتي يرحمها طيبين اللكلوكه نتلموا عليها الناس الكل. الله يرحمها، هيا للمشاهير نقول لنا كيفاش اللكلوكه؟ باهي يا عزيزتي، باهي اللكلوكه مكوناتها تتكون من الدجله والعظم العربي والزيتونه والسميد. فما ناس تعملها بالسميد انت انا العادي، فما ناس تعملها بالسميد القمح. ومكون طماطم وزيت وتقليه معناها وبصل. اوكي، فهمت؟ جيب طنجرة تحط فيها بصلة تقليها، زيت زيتونة، شوية طماطم، شوية فلفل زينة، شوية فيش، تعمل لك تقلي المكونات نتاعك هذوما الكل، تزيدهم الماء، تعمل تمر تحيلو النواة نتاعو وتحطو تحطو في وسط المرقة بعد ما تمرق. اي بعد ما تمرق تحط التمر.
خاطر باش تعمل عصيده. هي عصيده انا عصيده حمراء وحاره شويه، لكن هذه الصوص حمراء وفي وسطها الدقله، في وسطها الدقله اي بسميه، وتبدا تعمل عصيدتك على روحك، معناها عصيده. هذه بالنسبه دلوقتي للمرقه، تخليها تغلي شويه بالتمر وباش تحط طنجره اخرى تعمل عصيده. اي تبدا تزيد في السميد بشوي بشوي وتعصد. اه في وسط الطنجره اللي انت طيبتها تزيد السميد. اي في وسط المرقه هذيك زيد السميد باش عينك ميزانك، معناها باش ما تعمليش عصيده مثلا عاقده برشا وما تعمليش زبده جاريه. بيه لم يسمحني، معناها وهي تغلي وهي في النار انت تبدا تزيد في السميد وتحرك حتى لين تتعصد. اي لين تتعصد هكاك. بعد ما تتعصد وانت تشوفها مثلا تعبت، اللي مفاتين طيبها يعرفوها تعبت، معناها في لازم شويه وقت باش يطيب. من بعد في الاخر تفقد فيها العظم العربي. ايه اخر مرحله هذيا بالحق والله لا نعرفها، هذيا توا اكله منك نسمعوها يا لميا. مثلا انا نبدا نحكي مع الناس على الكلوكه يعطوني طريقه اخرى، فهمتك؟ طريقتهم هما. اون فوا تعصدت العصيده وحسيتها بدات تشد في روحها، تفقس العظم وتكمل تحرك. ايه تعصد العظم العربي، شو تفقسهم هكا، تحطهم هكا يوم العظم مش تخلطهم. ايه شويه تب ما هكا بعد ما تجيب العظم تحطها وتاكل بالشفاء. صحه بالشفاء. توا راهو اللي اسمع اللي في جندوبه بيان سور يعرفوا الطريقه هذه. راهو كلهم يقول لك فكرتها في حاجه يعرفوها. ايوا ونحليو من دين امنيتي الله يرحمها، الله يرحمها، توا راهم يرحموا عليها، الله يرحمها وينعمها. من فرنسا بالذمه يعرفوا واسمها منوبيه امنيتي ربي يرحمها، ان شاء الله ربي يرحم لي امنيتي وبابا ويرحم جميع المؤمنين يا رب. امين. اي ملا اسمع جو نقول لك طيب لنا الكلوكه وجيبها لنا هنا للراديو، خلينا نشوفوها كيفاش. يعيشك يا لميا، ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وربي يخلي لك العائله الكل اللي حييتهم، وان شاء الله ربي يوفقك في خدمتك وفي حياتك. ان شاء الله نهارك زين يا لميا. يعيشك يعيشك، نهارك زين، نهارك زين. باي باي. عهد شنو رايك في الكلوكة؟ انا والله عشت برشا تجارب مع هذه انا اول مره نعرفها. أي هي تتاكل في نفاس. تعرفها انت؟ اي انا انا كليت اكلات غريبه في نفاس. انا شوف انا نطاوع في الحاجات هذه، انا شخص يقبل كل شيء خاصه الحاجات العربي هذم الكل. فكان 40 يوم هذوك نتاع نفاس، انا بار كونتر الكلوكه كليتها في ال40 معناها. فما حاجه اخرى زاد يعملوها جاريه بالدجاج العربي، زاد بنينه برشا. اوكي هذيك، اما هذه الكلوكه بالطريقه اللي قالتها لميا اول مره، على كل يعطيها الصحه يعيشها. وميرسي على الدباره هذه الجديده. نمشي تود سويت تود سويت مع الكلوكه. الدنيا زينة. الدنيا زينة مع عادل جمعاوي. آية لله، قل لي شعنا. أنا الساعة نحتاج أنه فقرتي تكون بعد فقرة تبارك اليوم، خاطر هذا ثاني يوم أنا تجوع نولي نشم في ريحة الماكلة. أنا شخص يحب الماكلة برشا. أطاو ندلوا عليها ونقولوا لها تجيب لنا الأكلة ونذوقوها إن شاء الله. اليوم يا ليلى باش نحكيو على حاجة اسمها بالإنجليزية البروكريستينيشن. أوكي. بالدارجة اسمها التسويف، بالعربية اسمها التسويف، بالدارجة اسمها تو غدوة. تو غدوة، سياسة تو غدوة. عندي هذه اليوم باش نعملها، لازمني نعملها، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد بالضبط. وهذه تدخل في الحاجات اللي احنا اخترناهم باش نحكيو عليهم اللي ما لازمناش نعملوهم على خاطر بالحق يقلقوا برشا. أول حاجة لازم نعرفوها أنه التسويف هي ماهيش كيما التأجيل، هي أعلى درجة من التأجيل، وهي درجة من درجات الكسل والإهمال. الحقيقة هي مش مرض نفسي، ولكنها تنجم تشعلك الضوء، تقول لك راهو ينجم يكون عندك مشكل نفسي. الخوف، التوتر المزمن، عدم ثقة في النفس، الخوف من الفشل، انك تخاف لا تعملها وتفشل فيها. ما نجمش يكون كسل وكهوة. كسل هو التأجيل، العبد الكسول هو اللي يقول لك يا مفك علي. اما هذا كريمه معناها جهم عليه، ولا مش جوست ليه ما نجمعينيش باش نعملها ولا ما نجمش نعملها، خاطر هذيك النجم نعملوه، قادرين نعملوه على خاطر مقبول، على خاطر احيانا نكونوا مانيش حاضرين باش نعملوا المهم. لكن هذا خطير، هذا يولي العبد جهم عليه كيفاش باش نعملها، ويبدا يخمم فيها برشا لدرجه انه يقول خليها على جنب تو غدوه.
وتقعد توغدوة توغدوة اللي انت تتراكم عليه برشة حاجات وما يعمل شيء وما يعملهمش. للأسف الناس اللي عندها برشة تسويف هي ناس رغم انه ساعات تكون مكتسبة مهارات كبيرة برشة ولكن تكون غير قادرة على انها تقوم بمهام مهمة وكبيرة. وحتى انه ساعات نقولوا عليهم ناس ما عندهمش مش ما عندهمش لا كومبيتونس اما بالعامية يقول لك ما عندوش قلب حي ما هوش شكل اللي هكا معناه يدخلوها في كونه كاركتير وقلبه ما هوش قلبه تولي الناس تحكم عليه بسهولة خلينا نقول قلبه بارد بالضبط. وهذاك اللي راهو ما هوش صحيح هو مسكين ينجم يكون يعاني من برشا ضغوطات نفسية ومشاكل نفسية لازم يحلها. كيفاش باش يحلها؟ أول حاجة لازم يتشجع ويبدأ. قرار أنك تبدأ في الحاجة وتمسها بيديك يسهل عليك ويبسط عليك برشا الخوف اللي جهم أبدأ عليك تتك. أبدأ أي بالضبط. وكي تمسها بيديك مش كيما تخمم فيها خاطر كي نخمم فيها في مخخنا تكبر علينا لكن كي نحسوها ونكتبوا ولا نمسوا ولا نقوموا بها المهمة تقول هي هكا شبيني أنا كنت خايف منها دونك ابدا. احيانا تجيك الحاله هذه في كيفاش تبدا نهارك كي تقسم تقول انا تو باش نوصل لبنتي ومن بعدك باش نمشي نعمل كذا ومن بعدك باش نخرج من الغادي يلزمني سيركولاسيون باش نمشي كذا ومن بعد كي تخمم فيها تتعب قبل كبيرة. ما تعملها بالضبط. وتقول لا 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 شنو النهار كيفاش باش نكملوا بالضبط. لكن كي تخرج وتتوكل على ربي كل شيء تتحل كل شيء كل شيء تلقاه اسهل. احنا البشر عموما يخمم بالكبير كي يمارس يحس انه فما فرق بين انك تخمم فيها في مخك وبين انك تمارسها دونك الممارسه للتطبيق بالضبط. طبق ابدا حتى كانك ناقص حتى كان ماكش حاضر ابدا تو يشجعك البدايه هذيك تشجعك انك تتطور. الحاجه الثانيه والمهمه هي انك خمم بالكتيبه على خاطر الناس اللي عندها التسويف ولا تو غدوه وتجهم عليها كي تكتب توضاح يبدا عندها ورقه قدامها محطوطه فيها لتاش ومحطوطه فيها المهام وكيفاش باش تنظم روحها تسهيل عليها. دونك الناس اللي عندهم التسويف لازمهم يسهلوا على روحهم لازم يعملوا تقنيات باش تسهيل عليهم. اوكي. وهما راهو برشا حاجة تانية اليوم جبت معايا كتاب نحب هما أكثر من 21 تقنية. الكتاب بالإنجليزية اسمه Eat That Frog ولا كل هذه الضفدعة. وفما نسخة عربية فما اللي يحبوا يقرأوا نسخ برشا لغات منهم الفرنسية والعربية. فيهم أكثر من 21 تقنية يخليوك تتخلص من التسويف وتفهم علاش عندك تأجيل هذا وتو غدوة وتجهم عليك والكل. ولكن نحب في ختام الفقرة هذه أهم حاجة نحب نقولها أنه ما تحسش بالذنب. راك تنجم تأجل حاجات الغدوة أما لازم يكون طريقة ذكية ومبدعة يتسمى التسويف المبدع أو التسويف الذكي. خلي عندك أولويات كبيرة لازمك تعملها ما تأجلهاش غير قابلة للتأجيل حط قدامها كروا روج وخلي مهام اللي أنت تنجم باش نكمل هذه بالضبط. كانت ما تفاديتش أوكي. باش أنت ما تحسش بالذنب وراو بالحق ما لازمناش نحسوا بالذنب في الحالات هذوم لأنه راو أكبر من طاقتنا هذه ساعات الخوف والتعب والقلق هو اللي خلينا نعمله هكا جوست نلقاو الحل وبقدرة ربي بسهولة نجمو نتجاوزوه. فوالا عزيمة 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 هذا هو باش تمشي وتقضيو أشياءكم ولا حتى باش تطلع ورقة ساعة ساعة يبخل باش يمشي يقف في قيشي باش يخرج ورقة. ميرسي عهد إن شاء الله نهارك زين ونهارك كل ملتقانا غدوة في نفس التوقيت نخرجوا بيبو هنا راجعين. دارنا العزيزة ومرحبا بيك يسرى مناعي مرحبا صباح الورد كوثر صباح الخير عايشك صباح النور للناس اللي تسمع فينا الكل الحمد لله يا رب العالمين هنا في اللمة متاعنا في الدار العزيزة كوكاو تلم فينا هكايا كل واحدة تدخل لحسن تهذرب عليها وتخرج احنا نحبوك كدار ديما مليانه ان شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير. اليوم على شكون باش نحكينا؟ اليوم باش نحكيو على غاية الفرياني اللي هي بنية تونسية وولات اقوى كونكورونت في الطبخ في امريكا. من تونس مع يسرى المناعي. اللي يحب يوصل يبدا بالقليل يتعب ويثابر ويضحي وينجم يوصل للنجاح اللي يحب عليه. من تونس اليوم غاية الفرياني. غاية الفرياني اتولدت وكبرت في تونس بنية صغيرة تحب البالي. ظروفها الاجتماعية كانت خايبة برشا. هي كونكورونت الأشهر الطباخين في أمريكا. البداية انطلقت وقت شريت كتاب متاع طبخ ذكرها في طفولتها وذكرها في عزيزها ومميتها. كتاب ما عنده حتى علاقة بدومين قرايتها وخدمتها على خاطر غاية كانت متكونة في مجال الاستثمار والخدمات المصرفية معناها عالم النجم وقولوا عليه سبيلة متاع فلوس الحاسيلو. أما ما توافقتش فيه أي يجيش البلحد
انه ثنية باش تمشي للغرام نتاع الكوجينه. هي الحق رحلتها ما كانتش تقليديه، كيف مشيت لامريكا كانت في مهمه مع اختها اللي توفيت وخلت لها وليد صغير. غرام غايه هو الكوجينه يعني التصنيف، اما العالم هذاك راهو وصلت له بالتعب، بدات بالغسيل نتاع لصحنا في الكوجينه. يا سيدي من بعد بدات تتاخر في روحها بشويه بشويه وتعاون في الطبخ خاصه في الحلويات. هنا الرستوران اللي هي فيه يسكر، اما البيبان ما تتسكرش في وجه غايه ابدا. باب رستوران كبير في نيويورك يا خوها في الليكيب نتاعو، مطعم مشهور، الواحد اسمه دانييل وهو فرنساوي. غايه التونسيه عاد المجديه تخرج الجرينتا نتاع اللمسات السحريه الاصيله وبدات تتفنن في الروسيتات نتاع الحلو. يا سيدي دخلت لهم الزهر ودخلت لهم العطرشية والزعفران، أكل نكهة التونسية البنينة بنت بها غاية الرحلة متاحة. حسيلو غاية الطبخ راهو عندها كان هواية، أما حبها ليه كبير. أذك علاش اتعلمت في لونج آيلاند في أمريكا وعملت فورماسيون كبيرة في إدارة المطاعم في معهد الطهي الفرنساوي، وتحصلت على جائزة كبيرة في عام 2017، وعملت زادة فيلم وثائقي في عام 2020 مع أكبر الشيفان. أذك علاش نقولكم راهي قصة غاية تونسية أصرت على النجاح وشقت طريقها من القاعدة للقمة. يعطيك ألف ألف صحة يسرى، بالحق حاجة مهمة برشا، مهمة جدا جدا جدا، خاطر الإنسان إذا كان يقعد يتب صحيح واحد قرام في مجال معين يقول لك أنا هذيك المجال متاعي. صحيح. برشا برشا توا من يسمعوا فينا يقول لك أنا منحب نخدم كان المجال اللي أنا قريته، ما كانش لا مش صحيح. أحيانا تنجم تقرأ أنت في مجال معين ومن بعد عندك هواية أخرى لداخل، ثنية أخرى والله، وتلقى روحك فيها أكثر معناتها. إفكتيفمون كوثر، حاول وجرب، حاول وجرب ولا انت معناها ساعات راهو عندنا زاده فما عقليه اخرى موجوده في برشا بلدان عربيه خاصه، انه الوالدين يحكموا على اولادهم باش يقراو في دومين معين، مثلا ايه. هو يبدا عنده غرام نتاع موسيقى نتاع رسم نتاع البوزاغي توسا، يقول له لي انا نحبك مهندس ولا نحبك طبيب ولا نحبك هكا الحاجه هذيك، ايبا العام الاول الثاني يلقى اولادهم ماهمش معناها مقدمين فك الدومين هذاك، من بعد يقول لك اي خلينا نمشي نحاول مع في جهه ينجح اخرى في مجال وينجح في المجال هذاك مع الصبر كما قلت انت. بديت صبر تصبر تنجح، مش سهله. احنا بالحق في تونس اليوم اقول لك تغسل في اللصحن اي ما راهو زاد حاجه اخرى يخموا هكا معناتها بداو يفهموا بداو يفهموا احنا هي موجوده في جدودنا راهي موجوده توا معناتها يقولوا خدمه النهار ما فيها عار. كل ما كان يفسروها توا يلقاوها قاموس نتاع معناها حكمه مش لعبه، لكن توا الجيل الجديد يظهر لي بدا يفهم. انا ننصح الجيل الجديد بالحق معناها انه لازم يشوف شنو الحاجه الحلمه اللي فيه. وديجا احنا نشوفوا في اللي جون اللي يعملوا في الجرافيتي في على حيوط في الشوارع كوثر كيفاش محليهم، وزيدا نشجع الناس اللي تقدر باش يظهروه الجيل الجديد هذا وينميو اكل الحاجات اللي عندهم انهم يعملوا الافكار نتاعهم زاد نسمعوا الافكار نتاعهم. يعطيك الصحه يا يسرى، ان شاء الله نهارك زين. مكملين بعد شويه جينا اسامه سعفي في اس او اس اي اف ام يو اي اف ام، مواصلين مع بعضنا حتى النص نهار. نقول لكم اللي تليفون على ذمتكم 58 550 707، تخليوا مساج لاسامه السعفي باش هكاك يرجع لكم وتحكيوا في المشكل اللي تحبوا تقترحوه. دونك الوقايه هذا وقايه اس او اس اي اف ام. تحب توصل صوتك؟ حرت وما لقيتش الحل؟ اطلب من توا 31 380 ألف وسجل صوتك في اس او اس اي اف ام. مرة أخرى صباح الخير. صباح الورد مرة أخرى كوثر. صباح الفل. شكرا ومرحبا. برشا مساجات برشا مشاكل. أكيد. نراوك الصباح وأنت غاطس. كاهو كاهو. ما هو خاطر التنسيق ياخو برشا وقت. نعرف. خاطر ماك تعرف لازم نبعثوا للإدارات مراسلات رسمية ونكلموهم. وجست نحب نقول بالحق مشكورين المكلفين بالإعلام في مختلف المؤسسات الوطنية على سرعة تعاملهم، نتعامل معاهم مش من توا. من سنوات وأصدقائي يتعاملوا معايا بصراحة بكل سرعة وبكل حرفية. أوكي يلا مش كلنا اليوم. اليوم نحكيه على حي أتو تشوفوا من بعد تصور وتتسائلوا الناس كل كيفاش عايشين العباد هذم في سنة 2024. عباد تعيش من غير قنوات صرف صحي، يعني الكاناليزاسيون في اللنهجة وفي الشوارع.
دونك نعرفوا التصريف فوضوي. والله اللي نعرفه انا انه الحي هذا مريقل قانونيا ماهوش بني فوضوي يعني خاضع مش بني فوضوي معناها يقعوا القنوات صرف الصحي قبل والانستالاسيون نورمالمون وبعد يعطيوا خاص اما مفروض. كيفاش تبني وما فماش معناها ما فماش تهيئه في الحكايه هذه هذا الهيستوريك اللي احنا نحبوا نفهموه مع ابناء الحي باش نعرفوا الحي هذايا كيفاش تبني ولكن اللي نعرفوا انه في الاف السكان في المنيهله حي صنهاجي بالضبط في المنيهله دونك منطقه في وسط العاصمه منطقه حيويه وكبيره وفيها باش ما نقولش مئات فيها الاف السكان دونك حي صنهاجي قاعد يعيش كنت نجم سليم تعدينا شويه تصاور باش نفهموا مع بعضنا العباد اللي يتفرجوا فينا على FM TV يشوفوا الوضعيه نتاع الحي هذايا باش يفهموا العباد كيفاش قاعده تعيش وانا نحب نمشي ديريكتومون لواحد من المواطنين اللي كلمنا على الموضوع هذا سي عادل الزيري هو اللي يوصف لنا وضعيه الحي صباح النور سي عادل صباح النور سي عادل اهلا وسهلا مرحبا مرحبا دونك سي عادل نبداو ساعه من السؤال اللي طرحته كوثر الحي هذايا قانونيا شنو هي وضعيته يعني العباد بانيه برخص وإلا فما بعض الديار اللي بنين من غير رخص بناء ولا رخص قانونية والله تعرف سي أسامة أنه أغلبية الأحياء في تونس هي أحياء تاتر فوضوية نجم أقوله مش بحكم مشكلة الرخص واللي نعرفوه في تونس ولو الحي ذي هو قديم نفسه هو حي عمره أكثر من 30 سنة أما الحي هذا سي عادل أيوة. تبني بني بالرخص متاعه ولا بني فوضوي هو الحي شفت حي ذي فيه أكثر من 40 كيلومتر مربع راهي نحكيو عليه. ثم الفوضوي ثم هو ما يتبناه البني هذايا إلا ما تاخذ أنت تعمل بلان وتهزوا للبلدية وتطلق عليه. إي البلان والرخصة مش ياخذوهم كي يكون فما تهيئة كاملة في كل شيء. كوثر تاع الوضعية في تونس إنه رخص ما تتعطاش ولا تقسم السوني وتبيع تمشي تعمل بلان في البلدية صار بطريقة مش صحيحة وهذيك الوضعية نتاع تونس إنه الدولة تتدخل بعد ما يشير البني والبني تو احنا عندنا أكثر سامحني دقيقة عندنا أكثر من 20,000 مواطن في الحي هذايا عندنا أكثر من 5,000 دار للسكنة فهمتني والأحياء هذه أحياء كاملة وفيها الماء وفيها الضوء وفيها كل شيء فهمتني دونك إذا كان الحي إذا كان الحي فيه ماء وفيه ضوء في عباد ساكنة من 30 سنة راهو نحكيو على ثلاثة عقود أكثر ماء من 30 سنة دونك على الأقل لازم تشملوا التهيئة من ناحية الطرقات من ناحية اللوناس من النواحي الكل باش نحافظوا على جمالية البلاد من الأول لما أوكي بعدين وقع البني سيء يلزم التهيئة تشملهم أكيد جدا كما كان يحكي لك سي عادل أغلب الأحياء في العاصمة فما اللي بداوا برخص ومثال تهيئة واضح وفما أحياء تبنيت ومن بعد جات نقولوا احنا التهيئه والماء والضوء وقنوات الصرف الصحي من بينهم حي صنهاجي اللي هو من بين الاحياء المعروفه في العاصمه واللي قاعدين تشوفوا في التصاور معناها العباد كيفاش قاعده تعيش والى متى باش تقعد الوضعيه هكا في حي صنهاجي نحبوا نفهموا احنا بعد الدياجنوستيك نتاع سي عادل عندك اضافه سي عادل على الوضعيه اوصف لنا على الاقل كيفاش قاعدين تعيشوا الصرف الصحي وين قاعد يصير بالضبط الصرف الصحي يعني كما وضحت في الفيديو ثم نتاع لي تواليت في لي فوس اوبتيك واللي فوس كي تصب المطر انا يعني عندي جمعه من قبل ما تصب المطر نظفته ومن بعد جمعه رجعنا لقيته معدي بالماء فهمتني بعدين تعبين برشا في الذكيه هذه والماء نتاع التنظيف ونتاع السكين هما اللي قاعدين ينظفوا فيها ما اي بطبيعه اي الفوس الفوس هذا اللي يحكي عليه راهو عباره حفره تحفرها باش يتلم فيها معناها الاوساخ وكل فهمت هذا معتمد في الأرياف أنا نعرفه مش في وسط العاصمة على خاطر بصراحة أنا نتصور لازم حل سريع الحياة ذي كالكسوا وضعية الديار وقانونية رخص البناء وما إلى ذلك ما يفهم أكيد أنه فهم عباد عندها ديار من عشرات سنين راهي موجودة غادي فهمت بطول المدة معناها تشكل لك حي لازمك تولي تعطي رخص ولازمك تمشي في تهيئة
هذا هذا المعقول، هذا اللي اللي هذا اللي راه هنا معناها اكثر من 30 سنه وناس بنات وسيد معناها وفات الحكايه. ما عادش نحكيوا على برخصه ومش برخصه، هيت نشوفوا نحلوا المشكل ومن بعد في القادم الايام تعملوا خاصه. مشكور جدا على التفاعل سي علي جميل رئيس مديريه تونس الكبرى للديوان الوطني للتطهير، على تفاعله معنا وباش ناخذوا من عنده فكره على وضعيه الحياه ذايا. سي علي صباح النور. صباح الخير. مرحبا. صباح الورد. مرحبا بك. كنت اسمع في المواطن سي علي، اكيد عندك فكره على حي صنهاجي في المنيهله الوضعيه نتاعو من عشرات السنين، فما ديار فما حي كبير تشكل فما الاف السكان لكن يعانيوا في وضعيه قاعدين نشوفوا فيها بالصور والفيديوهات. شنو هي وضعيه الحي ساعة مبدئيا من ناحيه قنوات الصرف الصحي؟ خلينا نحطوا الامور في اطارها. هو بالنسبه لحي صنهاجي هو حي معناها فوضوي. وبالنسبه لمدينه معناها البلديه المهله فما مشروع توا نتاع مثال تهيئه عمراني توسع. بالله سامحني كله فوضوي استاذ لا ولا سعلي. ولا لا تفضل سي علي، مش 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 اللوم عليك، ما نعرفش هذه مسؤوليه البلديه، اما صدقني عندي 3 سنين خدمت على موضوع شبيه في حي صنهاجي 3 سنين عندي وسمعت نفس الاشكال. فما مثال تهيئه قريب درا شنو فهمتك يعني نفس الجمله. وقلت لك مش اللوم عليك سي علي لانه مسؤوليه السلطات الجهويه غادي بما فيهم البلديه والولايه. شوف مو انا ما نزيد نوضح لك معناها بالنسبه للديوان الوطني للتطهير معناها اذا كان باش هي منطقه بالصرف الصحي لازم تكون فما امثله مديريه، لازم تكون فما امثله نتاع تهيئه عمرانيه، خاطر فما لازم تكون طرقات معروفه موجوده وين نجموا نحن نعديوا لي كونديت نتاعنا ونعدوا الشبكات نتاعنا. اذا كان تكون المنطقه ماهيش مهيئه وما فيهاش معناها مثال مصادق عليه ما نجموش احنا نخدموا. فهمتني؟ واضح. ليه معقول تكون الاراضي على ملك خواص وما نجموش احنا ندخلوا فيه؟ معقول. ولكن هالتنسيق هي هالتنسيق سي علي هالتنسيق تفضل بين شكون وشكون يصير نورمالمون؟ التنسيق توا قاعد صاير ما بين بلديه المهله واداره التعمير ولايه ريانا، وقاعدين توا معناها ثم جلسات قاعده تتقام دوريه حول الموضوع هذايا. والحاجه اللي معناها هي تفرح اللي كونه معناها المشكل ماشي للحل. هذا ممتاز اكيد. الشبكه معناها احنا قبل ما كانتش عندنا شبكه رئيسيه اللي باش تهز معناها المياه نتاع الصرف الصحي في المنطقه هذيك بالكل. ماشي للحل لكن... يعني في حدود الحيز الزمني قديش حسب التقريب؟ شوف احنا على مراحل، خاطر هو توا المرحله الاولى ما كانتش فما شبكه رئيسيه اللي باش تهز الماء هذاك من معناها من حي الصنهاجي من البكري هذيك حتى لشطرانه. دكور. فهمتني؟ خاطر المطب هو في شطرانه. ديستونس كبيره. دونك المرحله الاولى لازم تكون فما شبكه رئيسيه باش تهز المياه المستعمله الكل من البكري حتى لشطرانه. هذه تم تركيزها ولا باش يتم تركيزها؟ هذه توا انطلقت الاشغال. ممتاز. وفما مقاوله هيك قاعده تخدم، وتوا ربما بعض المواطنين لاحظوا اللي في برج الطويل. فما ستاسيون هايكا وين البكري وين نتاع الفحص الفني للسيارات. ايوا وين المستودع نتاع شركه نقل تونس. فما محطه نتاع ضخ كبيره قاعده تبنى توا غاديكا، والشبكه الرئيسيه قاعده ينزل فيها المقاوله هذيك المرحله الاولى. دكار نبني ولا يعني الكاناليزاسيون اللي باش تهز من الحي الكل حتى الشطرانه. قلت لي سالي حتى الشطرانه، حتى الشطرانه يمامه في رواد ومن رواد تمشي الشطرانه. فهمتني؟ في اليمامه. هذه خطوه ممتازه يعني الخطوه الاولى ديجا في طور الانجاز. عندك فكره قديش تحطت الاجال نتاع المشروع هذا؟ والله المشروع هذا معناها ان شاء الله يكون جاهز في موفى 2024 اخر 2024. باهي ممتاز. هذه راهو المرحله الاولى. اي خطوه اولى بطبيعه الحال بيان سور لازمنا نعرفوا وين باش نهزوا. يعني تقول الخطوه الاولى وين الماء هذاك وين باش نهزوه. تقول الخطوه الاولى الخطوات اللي من بعد قديش من خطوه فما باش يكملوها الحكايه قديش مزال؟ من بعد فما توا دراسات قاعدين نقوموا بها نحن مد الشبكات الرئيسيه والثانويه
لمنطقة البكري ومنطقة المنيلة توسع. ممتاز باهي. دونك يكمل المشروع هذايا وبعد ننطلقوا في تجهيز القنوات في وسط في وسط الحي. هذيك تعتبر اشكاليه هي, هي بطبيعه الحال انه هو تو الاشكاليه انه القنوات في وسط الحي هي اللي بتصعب عليهم لانه البني كما قال لك الناس تمتلك البلاصه اللي باش يعديو منها وفما اراضي فلاحيه كما كان يحكي سعدي فما هذيك الاشكال هو هكا ولا استاذ بالطبيعه بالطبيعه خاطر هو ثم اراضي على ملك مواطنين ثم اراضي على ملك باعثين عقاريين ثم طلبات كبيره غاديكا معناها معناها الانجاز معناها مناطق سكنيه ثم لا يفعش فهمتني ثم تنسيق جاري هذا ما ينجم يخليكم سي علي كان تسرعوا في العمليه لانه كي تقول لي فما مشاريع نتاع يفعش ما نتصورش انا واحد باش ياخذ دار من عند يفعش وما يلقاش مثلا كاناليزاسيون ولا تهيئه عمرانيه كامله. هو بدا الحديث قال لك بناء فوضوي يعني ماهيش مهيئه. ايه متفاهمين. دونك كي بناء وسي توا فما مشاريع جايه نتاع بناء وفما الحي قاعد يكبر يا كوثر الحي هذايا يعني عندي عليه فكره راه قاعد يكبر بنسق متسارع جدا وقاعد ولو فما اراضي قاعده تتبنى لانه المنطقه يعني باهية وقريبة للعاصمة المنيلة ولكن حي صنهاجي في برشا أراضي يعني فارغة وقاعدة تتبنى وقاعدين دي بروموتور ياخذوا في أراضي غادي كما كان يحكي سعلي وكالة البعث العقاري قاعدة تاخذ في أراضي غادي باش تبني يعني نتصور اون باراليل و فور اميزور قاعدة لوناس تخدم على الكناليزاسيون الكبيرة هذية اللي باش تهز الشطرانة ومن بعد نمشيو للتهيئة الحي باه يكمل المشروع الاول الخطوه الاولى اواخر 2024 وتنطلقوا ديريكتومون في الاشغال قديش تنجم تدوم حسب التقريب سي علي والله احنا ان شاء الله عندنا ثم دراسات اخرى نتاع شبكه ثانويه تنطلق معناها خلال سنه 2024 واذا كانت توفرت الاعتمادات معناها ان شاء الله في معناها 2025 و26 معناها تكون مبرمجه. تكون الامور مبرمجه ولا بدات معناها؟ اذا كانت توفرت الاعتمادات احنا قلنا بدات في البكري. داكور. بدات الشبكه الرئيسيه اللي في البكري. واضح. بالنسبه للشبكه في صنهاجي والواحد مازالت في طور الدراسات. مازالت في طور الدراسات ورصد رصد الاعتمادات الماليه بطبيعه الحال. بعد الاعتمادات والانطلاق معناها في تعلن طلبات العروض والاشغال. واضح من اولويات ديوان التطهير ان شاء الله. من اولويات الديوان واحنا راهو غاديك عندنا طلبات كبيره من اللي بروموتور النوبلي من المواطنين من الناس الكل. قاعدين ندرسوا في الموضوع مع البلديه ومع الولايه ومع اداره التعمير. ان شاء الله الاطراف هذوما الكل يكونوا يسمعوا فينا واكيد انا باش نراسلهم في الموضوع لانه لازم الاطراف الكل تبدا على علم وتعرف انه ديوان التطهير متحمل مسؤوليته في المساله هذية والمواطنين زاد عندهم مسؤوليه كبيره راهم يقولوا كلمه مهمه اللي قالها لك الاعتمادات الماليه هي اللي تخليه يعرف وقتاش وكيفاش المال قوام الاعمال صحيح دونك اذا كان هو ما عندوش الاعتمادات الماليه شو يقعدوا يقولوا احنا باش نعملوا كذا في اذا كانت توفرت لنا الاعتمادات الماليه اكيد ان شاء الله ما نفوتوش 2025 معناها نكملوا عام سنه مده طويله قال عام طويله ولكن كمان ريت البناء الفوضوي هذه الاشكاليه نتاعو احنا مواطنين ساعه واحد يقول لك ما تخلينيش نبني وكيفاش باش نعمل وكيفاش ولكن نتيجه البني الفوضوي هي هذه 50-50 راهو الناس كلها تحمل مسؤوليه يعني ما تبنيش انت بناء فوضوي وبالاقدميه تقول لي عندي الحق لي مخزن راهو نبداو واضحين وفما امور بالقانون وديجا معناها فما تجاوب مختلف السلطات ومن بينهم ديوان التطهير وسعلي عطانا معناها الوضعيه كما هي فهمتني ديجا الخطوه الاولى بدات وهذا مهم واضح وصريح اكيد انه موعدناشك اللي يقول لك كيف الشر هذوما لا لا لا, لا, لا واضح. كان واضح اعتمادات ماليه نستناو فيها باش ننطلقوا في الدوزيام بارتي لانه الخطوه الاولى ديجا بدات تكمل اخر 2024 ومن بعد تبدا الدراسات كيفاش باش ندخلوا قنوات الصرف الصحي للحي هذايا
ان شاء الله ما تطولش الحكايه، كان يسمع فينا سي عادل بطبيعه الحال خذا الاجابه الكافيه والشافيه من عند سي علي اللي مشكور برشا. يبدا يعرف المعلومه ان شاء الله بقدره ربي. ميرسي، عايش كيكا. عايشك ان شاء الله، نهارك زين. غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت اس او اس اي اف ام، اطلبوا 58 550، خليوا المساج نتاعكم، سينو اطلبوا 31 380 الف كيف كيف، وخليوا لنا المساج نتاعكم ورقم التليفون، واسامه يرجع يكلمكم بعد شويه. يجينا دكتور شاطر في شد الريقلام. مازال عنا الوقت، محليكم ومحلى اصواتكم في الريبوندور نتاعنا، ولطف عليك وعلى قلايبك المستمع الاخراني اللي خلت لنا على المنتخب وحست عليه، عندك الف الف حق. سيفري ما لازمناش نكونوا قاسين برشا برشا برشا، احنا طالبين النتيجه الباهيه، ولكن زيدا ننقدوهم في اللعب نتاعهم، ننقدوهم في على النتيجه، ما ندخلوش في ثلب وسبين وكما عملوا برشا 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 مشاهدين معناتها توانسه اللي كانت لي كومونتير نتاعهم لاذعه برشا. هذا كلامك صحيح. وبالنسبه لسفيان بن حميده يظل هو كان واقعي، عمره لا يحب الفريق الوطني يخسر، اما اصواتكم بقع سل. هكاك نحبكم تبعثوا لنا مساجاتكم على 71 194 194، تنزلوا على 2 وتخليوا لنا المساج نتاعكم واحنا نعديوها. وقيت شد الريقلة، شد الريقلة مع الدكتور شاطر. صباح الفل والياسمين والرويح الطيبه الكل. يفضلك يعيش. صح ويلك. الحمد لله. تبارك عليك. تبارك الحمد لله. اي اليوم باش تنصحنا؟ اليوم باش ننصحكم بحاجه ما في فات نبسس الغدوه انا قاعد. كيفاش؟ خاطر نحب الغدوه نحكي على الحمل علوش. مش تقول لنا اليوم على الكوليسترول. تو نحكي تو نحكي بيان سور صاحب الشفاء هذيك اون فاكتور ديما الكوليسترول يخوف الناس صحيت فوالا دونك خاصة اللي عندهم مشاكل في حكايه القلب والعروق والشرايين الكل يخافوا منه برشا برشا. دونك انا اليوم حبيت نحكي على الكوليسترول الساعه كيفاش وشنو يصلح للبدن وبرشا ولا شويه كيفاش، وفي التحاليل خاطر ماذا بينا زاد العباد ما يقعدوش كيما هكاك يحكيوا الكوليسترول الباهي والكوليسترول الخايف في التحليل، ماذا بينا يفهموا خاطر وصلنا بدرجة اللي الناس كل قارية براتيكمون لازم فما درجة وعي تكنيك لازم يعرفوها شوية وكيفاش نعملوا باش نبعدوا على الكوليسترول باش ما يطلعش في الدم. أول حاجة الكوليسترول هو حاجة لازمة، هو من الدهنيات اللازمة على الأخر في الجسم وبلاش بها يتفرعس البدن، لازم للغلاف نتاع الخلايا نتاع الجسم الكل. لازم فما ديزورمون الاستيرويد وبرشا ديزورمون يتخدموا ابارتير من الكوليسترول. دونك لازم يكون موجود في البدن. الكوليسترول البدن نتاعنا الكبدة تصنع 70% من الكوليسترول، مكلتنا تخلط 30% اللي مازلت للجسم. يعني الكبده هي اللي تصنع اكثر اللي اكثر برشا. هذاك علاش احنا مثلا في التغذيه وفي نصائح التغذيه كل شيء رانا نخدموا على 30%. مي حتى 30% هذيك عندها تنجم تحسن حاجات، وهي اللي تحفز بالكشي الكبده باش تصنعك 70% الباهين. هي بطبيعتها الكبده راه خدمتها دونك باش تصنعهم سيستيماتيكمون. كي يبدا زايد الكوليسترول احنا الانترفونسيون تاع التغذيه تدخل في 30%. مي حبيت نقول لك حتى 30% مهمه زاد انك تنقص منها. الكوليسترول كما قلت لك لازم للخلايا نتاعنا دونك لازم يخلط لها. الكبده تصنع كوليسترول، اما الكوليسترول ما ينجمش يحوس وحده يتلفح في الدم. لازم بروتين هي تهز الكوليسترول من الكبده توصله للخلايا. نسميوهم هذوكم ال LDL في التحليل كذا، LDL كوليسترول يسميوه بجماعة اللي ما يفهموش برشا الكوليسترول الخايب. اما هي مش حكاية كوليسترول الخايب، حتى نقولوا كوليسترول الخايب. اي لا لا هذاك علاش احنا نحبوا التوانسه فريموت تفهمها الحكايه وتولي تعرف هي الترونسبور نتاع الكوليسترول وحده ما يحوسش وحده في الدم. يلزموا حاجه توصلوا دوكا دوكا للخلايا. هذاك اللي يوصل من الكبده للخلايا يسميه ال LDL اللي هو الخايب. من بعد خدمه امورها كل شيء باش يرجع الكوليسترول للكبدة مرة أخرى يوصلوا الـ HDL اللي هو الكوليسترول اللي يقولوا له الباهي، خاطر كيف كيف ما نجمش يحوس وحده هو دونك يهز ويرجعوا للكبدة. احنا كي باش نعملوا تحاليل، نعملوا تحليل نطلبوا الكوليسترول توتال مش موجود ونطلبوا الـ HDL ونطلبوا الـ LDL. كي يبدا الـ LDL اللي يوصل الكوليسترول الكبدة تلعب برشا وقتها فما خطر على صحتنا.
البيه كيوصل لا لا الخايب الخايب الاول ال دي اللي يهز كيبدا بزيت هذاك كيطلع في الدم يولي فما كوليسترول بزيت في السيركولاسيون تاع الدم ومشكلتنا فيه شحن مشكلتنا في امراض القلب والشرايين ديما دونك الشرايين الغلاف نتاع الشرايين نتاعنا عنده قابليه انه يشد شويه كوليسترول بشويه بشويه الكوليسترول يبدا يتفيقش بيه ما تفيقش بيه خاطر انا صارت لي راهو الحكايه وعملت اوبيراسيون معناتها على الحكايه هذيا زوز عروق في القلب شال لاباس ويتحل وعملتها دو ستانت لكن ما تفيقش معناتها تكون تتحرك وكل شيء عادي وكل شيء وخفيف وتدنكو هكا تحس نفسي تقطع لك توصل في مستوى معين اللي الشرايين ما عادش يوصلوا الدم اللازم للقلب للمسك نتاع القلب اللي هو ديما يخدم القلب تولي ما عادش تخدم توصل مش ما عادش تخدم اما النسبه هو يتسكر مثلا 50 60 70% يعني كي يوصل مستوى معين ما عادش يوصل للقلب وقتها تصير القلق وقتها تو من الحاجات الرائعه اللي صارت في في الطب معناها في السنين اللي فات هي التطور الكبير نتاع طب القلب اللي تحط يدخلوا الكاتيتير كورونارو باش تشوف اش فما نجم نحكي لكم عليها كورونارو كورونارو باش تشوف وين المشكله كاريمون من اليدين حتى للقلب قبل كانت اصعب برشا كانوا يدخلوا من الساقين واصعب تولت اسهل فما ديكا تاويكا زاد هكاك من الساقين لكن الاكثريه يحاولوا من اليد ديما يبداو بانه باليد مي كيما ما يتعذر يتعداو ومن بعد يدخلوا يحلوا كستانت كروسور باش يحل العرق يرجع يعدي الدم عاد باش نتفاداو الحكايه هذه وما نخلطولهاش صحيح الكوليسترول نسبه الكوليسترول تبدا نسبه معقوله كيفاش نتفاداوها بنقولوا احنا انت الاكل هو اللي عمل الحكايه هذه ولا ساعة الكوليسترول نجم يتكون مش من الماكله فما وضعيتين هم فما وضعيه اللي الكوليسترول الكبده تصنع بزيت كوليسترول اللي هو امراض وراثيه واللي ما نجموش بالماكله نحلوا المشكله وقتها يلزم دواء ياخذ يلزم عبد ياخذ ياخذ دواء وفما في تابع الوضعيه هذيك العباد اللي متحب زاد تشد ريقله دونك وقتها الطبيب اوبليجي باش يعطي الاستاتين الدويات اللي يحلوا ينقصوا في نسبه الكوليسترول وعمل قوي في الدوز حتى لين نلقاو كوليسترول عادي وفما وضعيات اللي ان النجم ندخلوا بالماكله نقصوا ريقله في الماكله يتعدى ريقله مش ستريكت ستريكت كيما قلت لك راهو خاطر البدن حاجته بكوليسترول مش باش نقصوا عليه كومبليتوم كوليسترول مي باش نقصوا في الزايد الكل معناه الكميات اللي باش ناخذوهم مثلا قلت لك انا خاطر شاره ما نعرفش علاش الحمل علوش تحب غدوه الحمل علوش اعمل شبعتك وما يهمكش شكرا باللي يرزح فيك رد بالك تبعني لا 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 انا خايفه اللي في عود انا نتاثر بيك انت لا لا انا متاثر بيك اما تلقاو حل ما وسط بيناتنا ما بين البنه والمتعه وبين الصح غدوه مشوى دكتور اي نعملوا مشوى الله يبارك شات معك اما راهو اذا تعملها المشوى وتشيخ مش باش تطلع الكوليسترول برشا على شرط تعملها المشوى هذيك بيان سور مريره في 15 يوم مريره في الـ في الـ تو حرقنا الفيلم تاع غدوه بربي خلي غدوه شو نحكيو ليه ما نمشيو نعملوا مشوى ونجيو نحكيو لهم على قاعده الله يبارك على كل دوك حبينا نقولوا اللي راهو الكوليسترول بالتحليل نجموا نفهموا رواحنا وين معناها نشدوا فران ولا لا في الفران اللي باش نشدوه احنا فما نسبه نتصرفوا فيها اما كي يبدا كوليسترول معناها وراثي السنتيز نتاعو الكبده راهو زايد يلزمك الدواء في ساعة شنو الحاجات اللي نتفاداوها اللي تبدا فيها حاجات تطلع الكوليسترول في الاكل نتاعنا اي مثلا هو من الدهنيات دونك باش نلقاوه في الشحومات اي بيان سور هذيك واضح في الشحومات تكون في الزبده نلقاوها في الشحم نتاع الحومات زاده في الحيوانات البقري العلوش والاسفر نتاع العظم برانسيبالمون هذوما اللي يقولوا مثلا في الفرويد مير مش برشا يقولوا الكروفيت ما عادش يقولوهم الكلام هذا خاطر يوجع العباد
يقول لك احنا قاعدين نقلوا فيها ديما نشوف ساعات تعليق في الراديو واحد يحشم على روحه اما عندهم الحق والله يقولك تنصح فينا ربع عدو على الكروفيت يقولك تيري ما كليتيش مي مثلا كي تاخذ سردينه نرجع للسردينه اللي ديما نحكيوا عليها انه فيها الاوميغا 3 الاوميغا 3 بيدو يعادل نسبه الكوليسترول في الدم والزيوت نتاعها به هي برشا ممتازه الزيوت نتاعها فيها برشا اوميغا 3 خاصه تعرف فما بلا بنين على الاخر تفورها تحطها بالفابور خاطر في صافي صمتي من السردينه وبيان سور طريف ملح وكمون يبدا جديد ملح جديد وكي تهبطها من الفابور تحط عليها زيت زيتونه وصايره قارص قولها وتفكرني لا نتفكرك نتفكرك مش ناكلها وتفكر ولو اني دونك هذوما هما اللي بالنسبه اللي يخص الكوليسترول خاطر مش حاجه خايبه ساعات نسمع كوليسترول الناس الكل تفجع حاجه لازمه للبدن انا نتفجع وليت قبل ما كنتش حاطتها برشا في مخي توا كي نسمع كوليسترول نتفجع دونك شردوا بينا شردوا بينا في نفس الوقت ما نخليوش رواحنا معناها الاكسيم تاع الحاجه هو اللي خلينا يقلقنا الكوليسترول سينو او كنعرفوا اللي هو مهم برشا للبدن مهم ياسر باش تقول لنا مهم كيفاش ناكلوا الحاجات اللي فيها اللي فيها كوليسترول هكاك هكاك ان شاء الله غدوه مشوى دكتور ان شاء الله نجيب معايا مروحه غدوه مشوى ليه برا في الخضار توا ثنيت بنزرت محليها وكل شيء نمشي يلا انا معك عندنا اصحابنا ثنيت بنزرت ونهزوا بهدي بالراضيه يعطيك الصحه يا دكتور ان شاء الله نهارك زين نهارك فل واسعد الايام وصلنا لاخر الحصه نتاعنا ان شاء الله نهاركم زين نهاركم اسعد الايام وين ما كنتوا تسمعوا فينا بعد شوية خلود مبروك في 90 دقيقة هي والفريق الكل نقول لكم شيء طيبة ليكم الكل والليكيب متاعنا الكل وإن شاء الله ملتقانا غدوة في نفس التوقيت باي باي.